جدا، بتحب الانسان جدا. بص عسل والله. الله عسل. بيضحك. هو كده بيضحك. هو كده بيضحك. يعني انا سمعت ان الدولفين عندكم هنا بيعالج التوحد. مظبوط الحمد لله. الحمد لله دي رأسة التانجو الشهيرة. دي رأسة التانجو دي؟ رأسة التانجو الشهيرة. شكرا جدا. دايما الدولفين سبحان الله بيصدر ذبذبات وموجات مسموعة وغير مسموعة. المسموعة بتصل ل 8.3 من 10 واط لكل سنتيمتر مربع، وموجات فوق صوتية غير مسموعة من 200 ل 20 ألف هرتز. فبالتالي الموجات دي بتغير سمات الطفل المصاب بالتوحد. خليني اسالك، هل تم علاج اطفال عندكم؟ كل انسان ليه بصمه اصابه بالتوحد زي بصمه الصباع بالظبط، لا تشبه الاخر. فاحنا حتى في علاجنا، عشان ما اكذبش على حضرتك، لما بيجينا التقارير الطبيه عن حاله الطفل عشان نشوف هو مقبول او مش مقبول، هنقدر نعالجه ولا ما نقدرش نعالجه، لان احنا قبل ما نقبل الحاله لازم الاول نعرف هل فعلا هنقدر نعالجه ولا لا، لان في اسباب بتمنعنا من قبول الحاله بتاعه الطفل اللي احنا ما نقدرش نقبلها او نعمل لها جلسات توحد، منها الكهرباء زياده على المخ او الامراض المزمنه. سبحان الله يا جماعه، عايز اقول لكم والله ما خبطني حتى، يعني بديله ما خبطنيش. شكرا جدا حبيبي. اشوفكم في حلقه جديده من فتح الشغل. كل سنه وانتم طيبين.